السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ طبعا يا جماعة شكرا لكم كتير على دعمكم للخيمة. الحمد لله ركبناها وزبطناها، اشترينا خشب والخيمة وزبطناها الحمد لله. أيكم زي ما انتم شايفين احنا ركبناها، بارك الله فيكم يا جماعة، وجعل الله هذا العمل في ميزان حسناتكم يا رب. والحمد لله يعني عن جد احنا لما ركبنا الخيمة وقعدنا فيها حسينا حالنا قاعدين في غرفة في البيت. والله يعني الأمانة حسينا بدفء الغرفة، صرنا نحكي انه احنا عن جد قاعدين حاسين حالنا في بيت. والله ما بنسى معروفكم. هان طبعا يا جماعة هذا يعني مدخل الخيمة، هيك حاطين أغراضنا برا، أنا ندخل على الخيمة، هذا المدخل من برا حاطين فيه أغراضنا اللي كتير، هيك هذه هي الخيمة من جوا يا جماعة، هيك حاطين أغراضنا هيك على الخشب زي التعليق، وحطينا شو اسمه حطينا حبل هيك نحط عليه أغراضنا. يعني والله يا جماعة والله عن جد فرحة لا توصف لما عملنا هالخيمة. يعني هيك أغراضنا، هيك طاولة صغيرة حطينا على أغراضنا، هاي سقف الخيمة الحمد لله، ولا مزع ولا حرق ولا حاجة. هيك هنا زاوية صغيرة، نبتة صغيرة هيك حبيتها تعمل أجواء هيك في الخيمة. يعني حسينا حالنا عن جد والله العظيم كأنه في بيت. هنا هذا المطبخ وسعناه الحمد لله، وسعناه أخذنا كم من حرم هيك اللي عندنا، وسعنا المطبخ بدل ما إحنا قاعدين في دياق وهيك مكان نغسل فيه، مكان نجلي فيه. المكان بالأول كان ضيق جدا جدا، مش مكان إنه نتوسع فيه، فكان في ورانا شوية توسع يا جماعة وسعنا. هذا يا جماعة جبت طشط جديد هيك نزل في السوق، وبالأول ما عنديش طشط، كنت يعني دايما أشحط طشط هيك، فاشتريت طشط يعني عجبني كتير وسهل معايا إني أنا أجلي بسهولة. هاني يا جماعة كنت بورجيكم الخيمة كيف عن جد، والله يا جماعة راحة نفسية لما عملنا هالخيمة. والله العظيم شكرا لكم، بارك الله فيكم وجهودكم، والله العظيم ما بنسى معروفكم. لا تنسونا باللايك والشير يا جماعة، وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الزر الجرس حتى يصلكوا كل جديد. طبعا يا جماعة حتى كمان اشترينا السجادة هيك، احنا فيش عنا جديد، شريناها بمستعمل بس الحمد لله أدت الغرض، انها تكون تدف الغرفة هيك شوية، تدف الخيمة. هذه هي السجادة، يعني الحمد لله اللي قدرت عليه اني اسويه في الخيمة. شكرا لكم يا جماعة عن جد والله، شكرا لا توفي حقها كمان، شكرا لكم جميعا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.